الأمريكية وكيف يؤثر الصراعات المتبادلة أو تؤثر التصريحات المتبادلة ما بين ترامب وبايدن على النتائج النهائية؟ نعم، أهلا وسهلا بكم مشاهدين. التصريحات المتبادلة، هذا التراشق الموجود بين ترامب وبايدن والجمهوريين والديمقراطيين، هو يؤثر فقط على المتأرجحين الذين لم يحسموا قرارهم بعد. هناك من اتخذ قراره كاملا، وإن كان صوت أو سيصوت إما لبايدن أو لترامب، إنما يحتدم السراح بخصوص المتأرجحين والولايات المتأرجحة الذين لم يتخذوا قرارهم. هنا في نيويورك نجد مشهد، رغم أن نيويورك ديمقراطية، نجد هناك بعض المشاهد من بعض التجمعات الصغيرة التي تحاول أن تدعم ترامب، وهم هؤلاء عندما ندقق في النظر في هوياتهم وشخصياتهم لا يبدو لنا من أنهم حقيقة ممن يؤيدون ترامب فعليا، إنما ربما هم مدفوعون للتأييد، يعني كأنها تجمعات مفتعلة، وهذا شيء طبيعي خلال هذه الحملات الانتخابية. بالنسبة للإقبال على التصويت، الإقبال على التصويت شديد جدا، وخصوصا أنه في نيويورك يبدأ التصويت اعتبارا من البارحة، بدأ في الرابع من أول 20 من شهر أكتوبر وسيمتد إلى الثالث من نوفمبر. إنما من الملاحظ أن كثيرا من مراكز الاقتراع مغلقة بسبب الجائحة، وقد حول هؤلاء الذين من المفترض أن يصوتوا في حيهم في مكان ما، سواء في المكتبة أو غيره من مراكز الاقتراع، حولوا إلى مراكز أخرى. وهنا يعني هذا أن هناك تقليص لعدد مراكز الاقتراع بسبب الجائحة، ورغم ذلك نرى إقبالا شديدا. الإقبال الشديد في الأيام الأولى من التي افتتح فيها التصويت في نيويورك، بسبب أنه من المتوقع أن يكون هناك ازدحاما شديدا في الأيام الأخيرة، ولكن يبدو أن الازدحام يبدأ منذ هذه الأيام. كما نعرف أن هناك الاختلاف في التعامل مع الجائحة بالنسبة لكامل أمريكا، هناك تزايد شديد في عدد الحالات اعتبارا من يوم الجمعة الفائت، والذي بلغ ذروته وأكثر من أي وقت مضى، فيما أن في نيويورك تبقى الحالات في حالة تقريبا استقرار، ارتفاع طفيف جدا لا يعطي انطباعا أن الوباء يتفشى مجددا في نيويورك، وإنما هو ارتفاع طفيف جدا نتيجة فتح الاقتصاد ونتيجة انتشار الوباء في كافة الولايات المتحدة أو أغلب الولايات المتحدة الأخرى. هذا الأمر ينعكس التعامل مع الوباء، هو الآن مسألة سياسة، كيف يتعامل الجمهوريون مع الوباء، كيف يتعامل الديمقراطيون مع الوباء، كيف هي خطة ترامب الذي يريد أن فتح الاقتصاد وهو ضد الإغلاق، لأنه سيضر بالاقتصاد، وهذا سيؤثر على، يشرح ذلك كيف سيؤثر على العاملين في الصفوف الأولى، وكيف سيؤثر على الشركات الكبرى وكل ذلك، فيما أن أيضا الديمقراطيون يرون أن في سياسات الحجر وسياسات التضييق والصرامة في التعامل مع الوباء هو أمان لأمريكا والأمريكيين من الإصابة بهذا المرض الذي قتل حتى الآن أكثر من 225 ألفا من الأمريكيين، وهؤلاء وعائلاتهم، يعني أنا على اتصال أو على علم بكثير من أقارب هؤلاء الذين خسروا لهم عزيزا في هذا الوباء. طيب سيدة نادين، فيما يتعلق بأرقام التصويت المبكر، تتحدثين عن أرقام كبيرة للتصويت المبكر، هل من مؤشرات لهذه الأرقام بأنها تصب في جهة بعينها؟ بما أن من يخشى موضوع الوباء وجائحة يصوت مبكرا، فهم في الغالب، نحن نرى حتى الآن ربما الذين يتوافقون مع سياسات الحجر يذهبون إلى التصويت المبكر خوفا من الازدحام، ولكن من المتوقع منطقيا أنه مع اقتراب موعد النهائي للانتخابات في 3 من نوفمبر، قد نرى أعدادا هائلة من الذين قد يصوتون لترامب، لأنهم قد أولا سوف يجرون ذلك إلى اللحظات الأخرى، لأن ترامب يحب المفاجأة، أساسا عنصر مفاجأة وارد جدا أن يحدث في هذه الظروف. ثانيا، يعني كما نعلم أن هذه المفاجآت هذه الانتخابات ليست كأي انتخابات، فربما هم لا يتبعون سياسات الحجر وسيأجلون ذلك إلى اللحظة الأخيرة ليغيروا موازين المعادلة التي تجري الآن في صالح بايدن. نعم، وضحت الفكرة الصحفية المتخصصة في الشؤون الأمريكية نادين ساندرز، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك، لك جزيل الشكر. نذهب إليك دكتور.